سأبدأ بتقييم الأوضاع سياسيا وميدانيا يا دكتور. يعني ما زالت إسرائيل، أو تحياتي لك والمشاهدين، ما زالت غزة يعني تذبح أمام العالم، أمام كل الكاميرات. الدم الفلسطيني يعني منعوف في كل مكان حقيقة، ويبدو أنه هذه الضحايا الفلسطينيين ليسوا مثل الضحايا أي ضحايا آخرين، يعني هم أقل يبدو إنسانية وبشرية، ويبدو أمهاتنا مش زي أمهات العالم. وتحت شعار أنه لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، يبدو أنه هذا الشعار الغبي والذي لا يساعد على شيء، يبدو أنه يعني مزيد من القتل والدمار، وهذا ليس يعني رد إسرائيلي على هجوم، طبعا هجوم استثنائي، وهذا تجاوز ذلك إلى أن يكون انتقاما فعليا، يعني انتقام فعلي. لأنه كل لو أنه يعني بعد 12 يوم من القصف، لو أنه دولة كبرى كان تأثرت، يعني كان انخسفت. فيعني بعد 12 يوم بيخسفوا بقطاع كلياته 360 كيلو متر مربع، يعني بالتالي شو بالضبط؟ لا، وكل مره بيقولوا احنا قصفنا على مقرات حماس ومش عارف شو، بعد 12 يوم شو ظل بمقرات حماس؟ شو هالدوله؟ لذلك هذا الكلام حقيقه يثبت ما يلي، اذا سمحت لي اني استرسل قليلا. تفضل. يثبت ما يلي، يثبت انه حصار اسرائيل للقطاع اثبت فشله على الاطلاق. الجدار الامني او هذا الجدار اللي خارق الحارق اثبت فشله. النظريه الامنيه الاسرائيليه اثبتت فشلها. إسرائيل إنها الدولة الأقوى في المنطقة ثبت فشلها. ثبت إنه عدم وجود تسوية سياسية حقيقية إنها خطأ كبير جدا جدا. أثبت إنه النظام العربي الذي لم يسارع ولم يعني عجزا أو ضعفا أو سميه ما شئت بعدم حل القضية الفلسطينية ومواجهة الخطة الإسرائيلية، أيضا هذا يؤدي لنتائج سيئة. كل هذا الذي يجري فعليا هو يعني يدفع من القول إنه لابد من تسوية مهمة وحقيقية على الأقل بحدود الدنيا مع الفلسطينيين. التقييم بعد 12 يوم إنه إسرائيل لم تستطع حتى اللحظة أن تحقق أمور كثيرة، من ضمنها مسألة الهجوم البري، رغم إنه في يعني شك على بياض لإسرائيل من أجل أن تدخل. عذراً يا دكتور أحمد، يعني هجوم بري. أنا أقول لك هو التأخر كما ذكرت لإسرائيل في ردع كل ما حدث من طوفان الأقصى، هل هو عجز يا دكتور أحمد، يعني من بوابة العجز الإسرائيلي سواء على المستوى السياسي أو العسكري، أو هو لإطالة أمد الصراع لتحقيق مكاسب سياسية إسرائيلية على الأرض؟ يعني أيهما أدق هنا دكتور؟ أنا برأيي أنه مش لإطالة الحرب، لأن إسرائيل تكره إطالة الحرب، لا ترغب إطلاقا بإطالة الحرب إسرائيل على فكرة. وكل ما يقال عنها مستعدة لمعركة طويلة وصعبة وأنه المستشفيات تستعد لأربعة أشهر، هذا كلام هي تعرف تماما أنه ليس صحيحا ولا دقيقا. جمهورها الداخلي يعني يحتج، اقتصادها ينهار، صورة تضامن العالم معها يقل، بتخرب علاقتها مع الإقليم، وبتخرب علاقتها أيضا حتى مع القوى الداعمة، لأنه القوى الداعمة أيضا تدعمش ببلاش، يعني هذا جي. التدخل الأمريكي والمشاركة الأمريكية في الحروب هي مش ببلاش، يعني مش لبس لسواد عيون إسرائيل يعني. وبالتالي أنا أضيف على ذلك أنه عندما تبدأ إسرائيل بالكلام عن مخاطر الاجتياح البري لغزة، نعم القرار الاجتياح بصير عليه اشارات استفهام، بمعنى انه قد لا يكون هناك اجتياح بري، خاصة اذا ترافق الامر بنشاط دولي وعربي لوضع تسوية ما. بمعنى طيب، انه هل هناك خلاف اسرائيلي اسرائيلي يا دكتور احمد في مسألة الاجتياح البري او التوغل برا؟ نعم صحيح، لا نعم نعم نعم، هناك نقاشات، هناك نقاشات علنية ونقاشات حتى في وسائل الإعلام، وأصبح هناك خبراء حتى إسرائيليين يقولوا لهم أنه لا داعي هناك للاجتياح البري لأسباب كثيرة، يعني فيه خسارات كثيرة، مش بس القتلى اللي ممكن تتكبدها إسرائيل، لا، تخريب العلاقات، تخريب الصورة، تخريب الدبلوماسية بكل المعاني، تخريب الداخل الإسرائيلي. ليه؟ لأنه هجمة إسرائيل على غزة بري
لن تربح. يعني سبق وانه اسرائيل دخلت قطاع غزة كذا مرة ولم تنجح، وهذه المرة راح يكون المسألة أسوأ على الإطلاق، وبالتالي وتطول الأمر، لأنه ولا أريد أن أتفذلك هسه بالعسكر، يقولوا انه هذا يعني هاي بصير هاي الأرض المحروقة صعب جدا تربح فيها يعني، وبالتالي الداخل طيب الإسرائيلي. هل يمكن يا دكتور أحمد أنه الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى المعسكر الغربي الداعم لإسرائيل بكل سبل الدعم في الدنيا صراحة، يعني هل يمكن لهم جميعا أن يعطوا للجانب الإسرائيلي ضوء أخضر ربما لهذا التوغل البري في ظل وريقة تسمى وريقة الأسرى أو الرهائن، وهي ورقة مهمة الآن؟ أعتقد أنه مجيء بايدن ربما يضع، يعني لا يأتي هذا الرجل من أجل ممر أمني أو ممر إنساني أو أنه لمسألة الأسرة فقط، أعتقد أنه هذا الرجل قد يأتي من أجل، وهذا مجرد اقتراح مجرد رؤية لا أدري كم هي صحيحة أو مش صحيحة، أنه قد يأتي من أجل إنزال إسرائيل عن الشجرة العالية، بمعنى أنه لينقذها من نفسها، لينقذها من هذا الانفلات، ليعقلنها ويرشدها قليلاً، لأنه عمليا إسرائيل تهدد بتفجير الشرق الأوسط كله على طريقتها مش على طريقة الأمريكية. مشاركة بلينكن للمجلس الحرب يوم أمس هذا له دلالات كبيرة جدا، ومجيء وزير الدفاع الأمريكي ومجيء الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل صحيح أنه من أجل ترميم الصورة التي انهارت كليا، لأنه ما حدث في 7 أكتوبر هذا حدث صحيح أنه بتاريخ إسرائيل الحديثة يعني إسرائيل الصهيونية هذا حدث لم يكن من قبل وتحقق فيه يعني ما لم يتم تحققه، إسرائيل تعرف ذلك، وصلت الإهانة إلى قلبها، ماشي نفهم ذلك، ولكن أعتقد أنه الرئيس الأمريكي يأتي من أجل ربما إنزال إسرائيل عن شجرة الأهداف التي وضعتها. طيب هو الرئيس الأمريكي دكتور أحمد جو بايدن أنه سيصل إلى إسرائيل ويقابل والأردن طبعا ويقابل الرئيس المصري السيسي ورئيس الفلسطيني أبو مازن والملك عبد الله الثاني العاهل الأردني، هل هذا معناه أنه زيارة أنتوني بلينكين فشلت أو كانت تمهيدا له؟ أعتقد أنه بلينكين لم يستطع أن يبيع البضاعة جيدا، أو أنه الترتيبات اللي تم اتفاق عليها تحتاج إلى مجيء الرئيس بايدن، بمعنى أنه بعد الدمار دمار غزة، ما خلينا نتحدث بصراحة الآن، دمار غزة هذا أنه بده يدير غزة، أنه بده يسلم غزة، أنه بعد كل هذا الدمار كم هي المليارات التي ستنفق من أجل إعادة غزة اللي قد يعني يتم إعادتها إلا بعد 10 سنين، حتى لو لم يتم اجتياح بري وظلت حماس بهذا الوجود ستكون ضعيفة جدا، بحيث أنه يعني عندها مشاكل كثيرة جدا لإدارة غزة. هل نتحدث هنا عن رؤية أمريكية عربية لإدارة غزة بطريقة من الطرق بالاتفاق مع الأطراف الفلسطينية طبعا، من أجل أنه يبقى هناك مثلا إدارة عربية دولية مدعومة دوليا لإدارة الأمور مثلا بالاتفاق ايضا مع حماس؟ ما لا احد يعني سيقبل انه تشطب حماس من يعني اعذرني يا دكتور في يعني هذا السؤال يا دكتور احمد، هو بوضوح يعني وان كانت المعلومه موجوده لديك يا دكتورنا العزيز، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما هو موقفه تحديدا من الطوفان الاقصى؟ يعني كما سمعت من مصادر قريبه انه طلب من الرئيس بايدن عندما اتصل به بايدن وقال له كيف اساعدك؟ قال له وقف للحرب في قطاع غزه، يعني ما يجري في قطاع غزه على فكره يعني مذبحه، حقيقه مذبحه، وعكس ما قال يعني هو تحدث فقط عن الجانب المدني او الانساني يا دكتور؟ انا اعي يعني ان السؤال صعب هذا، لكن انا اتلمس الاجابه منك يا دكتور، يعني انا اعلم ان السؤال صعب، اللي ما اريد ان اقوله ما صحيح صعب اكيد صعب، لانه احنا في ذروه للمواجهه في ذروه الذبح على فكره، يعني صحيح انه مرعب مفزع، صحيح لا نستطيع ان نعيش كافراد يعني كاشخاص عاديين مش عارفين نعيش حياتنا اليوميه على صح. كل انا اقول انه بعد 12 يوم من القصف والذي قد لا يتوقف حتى بوجه بايدن، يعني عمليا غزه دمرت، السؤال هو انه واكيد حماس لحق بها الضعف اكيد، يعني مش أكيد لحق بها الساسة، يقولون يا دكتور أحمد أن حركة حماس
لم تستخدم حتى اللحظة سوى قرابة 25% من قدراتها. لكن أنا هتخيل معك دكتور أحمد أنه بزيارة بايدن تم وقف إطلاق النار، وهو أمر صعب جدا يعني، لكن أتخيل معك الآن أنه تم وقف إطلاق النار، ألا توجد أبنية للناس تعيش فيها؟ هل هناك طرق للناس تمشي فيها؟ هل يمكن سبل العيش الكريم يا دكتور أحمد رفيق عوض أصلا غابت عن غزة؟ أم أنا مخطئ؟ هذا هو سؤالي، هذا هو سؤالي، وهذا هو كلامي بالضبط، هذا هو كلامي. إنه إسرائيل تعرف ماذا تفعل، إسرائيل تدمر البنية العمرانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.